السلام عليكم، أهلا بكم في قناة XD. طبعا تم تغيير اسم القناة من كمبيوتر لوفر إلى XD. طبعا إذا تقولون ليش، لأن قمت أنشر فيها محتوى جيمنج وشفت من هذا الاسم، يعني مثلا محتوى جيمنج وشروحات حاسبة منه ما يفيد يعني كمبيوتر لوفر، يعني هاي يعني راح يكون مثل بس للحاسبة، بس غيرت إلى XD. أعتقد هذا الاسم مهم زين، أتمنى تكتبوا لي بالتعليقات إذا هذا الاسم كان زين أو لا. وطبعا مثل ما تشوفون انا حاليا جاي استعمل ويندوز 11. الويندوز 11 اللي نزل جديد مبني على معمارية الويندوز 10 البيلد 21. طبعا اذا تقولون ليش ويندوز 11 مبني على معمارية الويندوز 10، طبعا هذا حاليا نسخة مطورين، ونسخة مطورين حاليا مبني على معمارية الويندوز 10 بالإصدار الجديد، أو يعني لما ينزل ويندوز تقريبا بـ2022 أعتقد هيجي، لأن هو قال بنهاية السنة راح ينزل. طبعا إذا تقولون شلون حدثت إلى الويندوز، مواصفاتك ترى ما تقبل ما شي لو أنت ما عندك UEFI. طبعا صح، لا عندي TBM ولا عندي UEFI ولا عندي سكيور بوت حتى. إذا تقولون شلون، طبعا هي الطريقة مأخوذة من قناة أجنبية، وطبعا كوم القنوات نفس الطرق، يعني ماكو مشكلة. يعني هي بكل بساطة من القناة تحصلون ملف ريجستري من عندهم زين. شو تسوون انتو، مو تنزلوا ملف الايزو، تسوون له حرق برنامج روفوس على الفلاش اوكي، او تسوون استخراج للملفات اذا كان عندكم من رار وجدتوا فعلي بخاصية الايزو، تسووا له استخراج الى الفلاش زين. طبعا عادي يصير، بس لازم يكون عندكم الفلاش محروق بصيغة ال NTFS او مسوي له فورمات على ال NTFS. طبعا مثل ما تشوفون هذا ملف الريجستري اللي هو مال TBM والسكيور بوت بنفس الوقت. طبعا هم اذا كان عندك بس سكيور بوت و تبيع ما عندك هم عادي يصير هذا الملف. طبعا الملف راح اخليه برابط صندوق الوصف، واذا تريدون شرح كيفية تنزيل الويندوز، واذا تريدون ملف الايزو مالته، او يعني اني اسوي لكم اياه ملف رار لان ما اقدر اخليه ايزو، يعني اسباب، لان اذا خليته ملف ايزو راح يقول بان هذا مو ملف مال نظام تشغيل ومن هالشغلات زين. وهذا هو الويندوز. هسه اذا حاولت اشغل السيت اب زين، سيت اب دوت اي اكس اي، راح شنو لما يقول لي checking this PC، يعني يسوي تشيك اذا الحاسبه تقبل المواصفات. هي طبعا نفس مواصفات الويندوز 10 ويندوز 11 بالضبط، بس هم اضافوا ذين الشغلتين السكيور بوت من تي بي ام. طبعا اللي عندكم بي سي تقدرون تشترون قطعة تي بي ام، انتم تشتروها خارجية وتشوفون طريقة تركيبها وشرح تركيبها، وتشوفون اذا معالجكم مدعوم لو لا. هذه اهم نقطة، المعالج يكون مدعوم. واذا سكيور بوت، اذا على مود سكيور بوت لازم يكون عندك بي سي شوية حديث اوكي، بس همين اهم شيء يكون بي اليو اي اف اي، حتى تنزل ويندوز اوش على اليو اي اف اي، وهمين اليو اي اف اي يكون داعم السكيور بوت اوكي. هاي هنا الخيار اللي تفعله، او يعني هاي مثلا اسد يسوي جيتنج ابديت وغيرها. اسد شنو راح يقولي بانه انت جهازك ما يدعم التي بي ام والسكيور بوت، بس انا مشغل الويندوز 11 وطبعا من الشركة اصلي زين. اذا تريدون الرابط زين يعني حتى، او اذا تريدون كيفية تنزيله، راح اخليكم اول شيء، يعني هو بس بهذا المقطع راح اخليكم ملف الريجستري زين، بس اخليكم ملف الريجستري، ووراها اذا تريدون ادزلكم او يعني اشرح لكم كيفية تنزيل ويندوز اوكي. طبعا ويندوز حلو ونزل تعريفاته بسرعة اوكي. هنا كتب لي this PC can't run windows 11 اوكي. وهمين اذا حاولت تدخل من الفلاش راح يقول همينة
this PC can't run Windows 11 وهسه يقول لك بسبب انه جهازك ما في عمر تي بي ام او السكيور بوت، بس ما اعرف شو ما طلعت، ما اعرف ليش، ما اعرف هي ما هي كانت تطلع قبل هسه هذي. والشغلة الحلوة اضافوها بانه يدعم تطبيقات الاندرويد وسرعة فتح تطبيقات سريعة وسرعة استجابة سريعة، وخلوا هذه النوافذ اللي تفتحوها مثلا تفتحون اي تطبيق اي تطبيق يكون هذه بشكل مايل مو شكل مسطح شلون ذاك شلون ويندوز 10 او 8 او 7 يكون هيجي مسطح، بس هذا اضافوه مايل بعوسة علامة الاكس شلون صايرة هو هذا كله. بس طبعا ملف الريجستر اسمه باي باس تي بي ام تشيك سكيور بوت دوت ريج ار اي جي. طبعا هاي هم للتجربة اذا تريدون فتحة بالتكست دوكيومنت. خليه بس اسوي لصق لو خاف يروح الملف لصق اعادة تسمية ملف txt. يب ملف تكست هذا هذا هو المكتوب ملف الريجستر. طبعا هنا اذا تريدون تشوفوه ابد لا تغيرون اي شيء ابد ابد. اوكي هاي هسه عندنا ملف خلينا نتاكد من شغله. هاي طبعا ريجستري اديتر هاي شريت اسوي ان شاء الله شريت من ريجستري. اوكي يعني فقط تجربه هيكي لوكال ماشين هيكي لوكال ماشين سيستم سيت اب set up love config set up ما موجود love config. يب ما موجود هذا هو ملف set up بس love config ما موجود. اوكي هل عادي اذا كان ما موجود لاب مو ويندوز ريستار سيت اب سيت اب سيت اب تايب سيستم سيت اب ما موجود. يب ما اعرف اذا كان موجود واني ما شفته بس كيف توت اوكي ما علينا يعني نيفر مايند. خليني ارجع هذا تسميه ار اي جي يلا عاد يا زلمه يلا يا زلمه شاب لا هاي هنا أنا صار الملف عنودي نسوي له حدث. اوكي نجيب ملف الريجستر حتى صار. طبعا انا ملف الايزو خازنة هارد اكسترنال عندي يعني هارد وهذا يجي وياه يو اس بي وشكل هارد خارجي. يب وطبعا الويندوز البارحة نزلته اني هذا هو الويندوز. طبعا يدعم تقسيم الى اربع تطبيقات. طبعا ما تنسون هنا لما تروحون على علامة التكبير تظلون عليها بس ما تدوسوها شوفوا طلعت لكم هذني تريدون تطبيق وين يتقسم الى هاي الجيل وهذه وهذه هذه هاي ثلاث تطبيقات شيء حلو. هذه يعني وسط كاملة بس هذه اصغر وهذه اكبر. نسوي هيجي اوكي اوكي نفتح يب
لا نفتح مثلا ملف التنزيلات، فتح في نافذة جديدة. هنا شوفوا صار التطبيق هنا، خلي افتح بعد الصور. فتح في نافذة جديدة. أيوة بعد نفتح يا طويلين العمر موسيقى. يب أيوة أربع تطبيقات تقسيم شاشة. شوفوا شي واو يعني حقيقة. هسه خليني اقفل. اذا تقولون شلون انا منزل اليوتيوب الاصلي من جوجل، طريقة سهلة. لازم يكون عندكم متصفح جوجل كروم، تروحون عليه زين، تروحون youtube.com، هاي مثل ما انا كاتب، تدوسون انتر. دقيقة يب هذا هو. طبعا راح تطلع لكم علامة هنا يعني بالزاوية، او هنا راح تطلع هيك مثل علامة التنزيل وراح تنزل. اوكي هو هذا. يب هسه مثل ما قلت لكم، اذا تريدون شرح طريقة التنزيل فراح اعطيكم اياها شرح التنزيل. وراح اخلي ملف الريجستر اللي عنده الايزو، اللي عنده الايزو زين، ملف الايزو اللي عنده اياه زين، ومسوي له حرق على فلاشة زين. فراح اخليكم اياه برابط صندوق الوصف. حجمه تقريبا ب900 بايت، بايت وليس كيلو بايت. تخيلوا يعني ويندوز 1.0 اذا تعرفونه شو اسمه، بعد اكثر مساحه منه يعني ملف الايزوماته، يعني ملف ريجستري اكيد اكيد يعني 920 بايت اكيد. بس لهنا وصلنا نهايه الحلقه. يب مع السلامة. هاي النقطة الأخيرة إذا تريدون، طبعا شوفوا الأيقونات حولت في الوسط مثل ما طلع بالإيفنت مالت المايكروسوفت. شوفوا الحركة سريعة جدا، مرات يصير تقطيع مرات لأن تعرفوا المواصفات الحاصلة مالتي. فيب لهنا وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسون اللايك، اشتراك، تفعيل جرس حتى يوصل لكم كل جديد بالقناة. وكان وياكم اكس تي او ابراهيم من قناة اكس تي. وبس مع السلامة.